الحفل الأول فتحت البوابات على بركة الله لتنافس جاد وأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في ثاني أشواط الحفل الأول لسباقات المصيف في تنافس على مسافة 1400 متر. يبدأ الانطلاق الأريف في المرتبة الأولى بطول كامل، والمركز الثاني لما المركز الثاني محاولات من قبل المرن للدخول الآن مع أيضا البرج في المرتبة الثانية يتقدم الآن، محاولات للتقدم أيضا من سلطان السعد في المرتبة الرابعة، فيما المركز الثالث للمرن في المركز الثالث والصدارة للاريب في المركز الأول أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط في وجود المرن، وأيضا محاولات البرج وتأخذ الجياد المنعطف في الأخير، والأريب المرن في المركز الثاني من الداخل، البرج المركز الثالث، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. يبدأ التنافس يشتد أكثر فأكثر ما بين الأريب والمرن، الأريب في الصدارة والمركز الأول يبتعد بالصدارة بفارق 4 أطوال فأكثر، محتفظا بالصدارة تحت قيادة خياله المتميز عبد الجاين بفارق كبير ما شاء الله تبارك الله. يهدي الاسطبل الابيض اسطبل ابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز اولى انتصارات هذا الموسم.